و 4000 جنيه، فاذا في فرق كبير جدا. احنا عندنا بورصه للقطن، عندنا بورصه للقطن، ولكن كان عندنا يعني كنت بشوفها في الافلام يعني، اللي هي بورصه الاسكندريه في ميناء البصل. ايوه ودي كانت موجوده، ودي اقدم بورصه على مستوى العالم. صحيح، كانت موجوده، وكان طبعا فيها التجار اليونانيين والاتراك، كانت بورصه اتعملت عليها مربحة. افلام يعني، افلام بالضبط كتير كده. بالضبط، دي موجوده، ولكن هي تم اعادتها بس في شكل اخر، اللي هي منظومه تداول القطن الجديده. منظومة تداول القطن الجديدة احنا شغالين فيها من 2019، دي بتعتمد على ايه؟ ربط السعر المحلي بالسعر العالمي وزيادة عليه من 20 ل 40% على حسب جودة القطن اللي هي طيب موجودة. دكتور مصطفى، حضرتك يعني وصلت لي للشق في غاية الأهمية، وهو إن أنا هبتدي بقى مش هصدر القطن ده وارجع أخده كمادة هصنعه وأصنعه. طب هل انا الصناعه اللي عندي بالاقطان اللي باخدها، انت بتتكلم بقى على قمصان، على تيشيرتس، على بيجامات، نعم، على ملايات، نعم، على على نعم، على على نعم، بتلاقي ايجيبشن كوتن، هل انا عندي الجوده يعني اللي انا بشوفه بره ده؟ مثلا لو هنقول ملايات، مش هقول حتى قمصان، برضو المكتوب ايجيبشن كوتن، بيبقى غاليه جدا جدا جدا. بالضبط. طيب هل انا عندي جوده الصناعه اللي انا اطلعها كده زي اللي بشتريه من بره بالقطن بتاعنا؟ هو هقول لحضرتك على حاجه، اللي حضرتك بتتكلمي فيه جوده الفينش النهائي بالظبط للمنتج. بالظبط، احنا يعني خلينا نتكلم بصراحه، احنا لسه ما وصلناش للدرجه اللي هي زي المنتج الاوروبي في الفينش، ولكن احنا عندنا شركات اوروبيه ومصانع براندات فتحت هنا عالميه في مصر، موجوده عندنا هنا في مصر، بتاخد الاقطان بتاعتنا ديت وبتصنعها وبيعاد تصديرها تاني، بنعمل لها القيمه المضافه بتاعتها. وبينزل مش جزء كده منها في وبس، السوق المحلي مش كده بشوفه. وبس، احنا عندنا وزاره التجاره والصناعه والشركه القابضه للغزل والنتيجه، عندنا ماركتين موجودين، احنا يعني هنقولهم مش اعلان عنهم، انما فخر وبنفتخر بالحاجه بتاعتنا. عندنا ماركه محله وماركه نيت. ماركه محله ديت اغلبها حاجات شعبيه كلها وملايات وكده، وحاجات متوسطه الاسعار مناسبه للجميع. ماركه نيت دي اسعار عاليه جدا وفاخره جدا وللتصدير برضك، وموجود منها هنا في مصر وموجود منها بره. الشركه القابضه للغزل والنسيج والدوله بصفه عامه عملوا منظومه تسويق عشان اسوق للقطن بتاعي. مش كده وبس، مع جمعيه قطن مصر بالاشتراك مع وزاره التجاره والصناعه ومعهد بحوث القطن وكده، عاملين حاجه اسمها لوجو القطن المصري. اللوجو دوت ما بياخدهوش الا للمنتج اللي مطلع المادة الخام بتاعته قطن مصري 100% ومطبق معايير الاستدامة الأممية، اللي هي استخدام كمية مية أقل، استخدام مبيدات أقل زي ما احنا لسه بنتكلم من شوية، مفيش أسمدة معدنية بدرجة عالية، مفيش استعمال عمالة أطفال، مفيش تلوث مواد بلاستيكية وخلافه، استدامة من الألف إلى الياء، وبالتالي ده بيعمل له ارتفاع في السعر العالمي. وكمان اللوجو ده لما بياخده، ده ممكن نقول اللي حضرتك بتقوله ده، ممكن نقول ان ده اللي بيندرج بره تحت اورجانيك، بالظبط كده، يعني لاقي مثلا اورجانيك ايجيبشن كوتن ده نوع مثلا. من انواع الاورجانيك، نوع ايوه من انواع الاورجانيك. آه. وده احنا بنشتغل فيه مع المنظمات الدوليه زي منظمه اليونيدو، وفي مشروع البي سي اي انتاج قطن نظيف خالي من الملوثات، ومنظمه العمل الدوليه، وكمان يعني احنا شغالين حاليا في مشروع اسمه حاجه الزراعات التجديديه، اللي هي بتستخدم الحاجات الطبيعيه زي الطاقه الشمسيه والاستخدام المواد الطبيعيه في الانتاج، وبنعلم الفلاحين هذه الاساليب اللي هي الاستدامه، بحيث ان هم ينتجوا الاسمده بتاعتهم بنفسهم، ينتجوا المبيدات الحيويه بنفسهم، وما يستعملوش كيماويات كتيرة في المادة الخام اللي هما بيطلعوها. دكتور مصطفى، حضرتك